اخواني المشاهدين، انا الاب ديال الضحيه ديال الدراري اللي ماتوا في الحادثه. واحد فيهم مات اول البارح، واليوم مع الخمسه يعني جاني النبا بانما مات الثاني. الله يرحمهم برحمه الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ. كنطلب الله سبحانه وتعالى والقانون المغربي والناس اللي مكلفين بالمسائل ديال العداله جزاهم الله خيرا، يشوفوا في القضيه ديال ثلاثه الاولاد اللي ماتوا لي انايا، يعطيوني حقي فيهم. انا كنطلب غير المسطره تخدم مجراها الطبيعي، ما كنطلب حتى شي واحد يعطيني شي حاجه اللي ماشي هي من حقي. انا كنطلب على حقي حيت كنعرف راسي انا في حق دوله والقانون. والله ينصر محمد السادس وزير العدل والناس اللي مكلفين بالملفات كاملين ديال المواطنين جزاهم الله خيرا. هذه كيفاش وقعت الواقعة؟ حادثة كانت في الرهرة، وليداتي كانوا مشاو للجهة ديال الأحمر باش يدوزوا العرس، دوزوا العرس خرجوا بالليل مع ال 11، كانوا حضارين مع ال 11 دليل، ومشاو معاهم ثلاثة الدراري صحابهم. في الاخر ملي جاو جمعهم شي مول الطونوبيلة وماتوا ثلاثة في البلاصة وياخرين في الإنعاش. ماتوا ثلاثة وعاد اليوم عاد مات لي الأولانية، الثاني الأولاني يعني ماتوا البارح، واليوم يعني الثاني، وجوج الناس كانوا ماتوا معاهم بداك النهار. يا ربا ويعطينا الصبر والسلامة. أنا واخا هذاك صابر وراضي بالقدر الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والله سبحانه هو الوكيل، ولكن الناس كتعرفهم يعني ماشي صبارات. الحمد لله نطلب الله سبحانه وتعالى ينزل لها الصبر يا ربي. انا هاد السيد حرمني على وليدتي، قتل لي ثلاثه الدراري، عاد جوج الاصدقاء دولادي بحال ولادي سمير ومحمد، وقتلوا مساك الله يرحمهم، واحد دفنوه البارح، ومحمد ديالي مات لي اليوم مع الخمسه د العشيه توفى مسكين، والبارح دفنت ابو بكر. وهاد السيد اللي قتل هاد الدراري الله ياخذ فيه الحق، وخصو يودي الحقوق ديالو، يودي الحقوق ديالو. العداله يعني تحكم بداكشي اللي كاين في العداله، ما بغيناش شي حاجه تزور ولا تزيد ولا تنقص، يعطيونا حقنا. وانا ولادي كفحت عليهم، كفحت على وليداتي وخدامه عليهم وضربت عليهم تماره، الحمد لله يا سيدي ربي الحمد لله، وخدامه عليهم غير في الديور ماشي شي حاجه، في الديور انا كنكافح على وليداتي، والحمد لله يا سيدي ربي الحمد لله الحمد لله. الله يجازيكم بخير، بارك الله فيكم. الاولاني الكبير عنده 22 سنه محمد، وابو بكر عنده 17 عام، وايوب عنده 12 عام. جاو لواحد العرس في 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 احمر، هو قريب للرهره، وجاو على رجلهم، جاو على رجلهم، وهاد السيد لا اله الا الله، الولد اللي كان حاضر ليهم قال لي كان كيسوق، وزعما كاين جاب واحد الجاريه ديك كيجري بسرعه. وعلى ما سمعت انا واحد القضيه، شفت يعني واحد الفيديو راه يعني كاين في التليفونات، يعني الامن الوطني يعني كانوا حضروا له قبل ما توقع، يعني كانوا يتبعوه بالسياره، كانوا يعني يتبعوه يعني من زيادتنا. دابا انا عاود كنطلب القضيه ديال الملف ديال الوليدات ديالي، المصير ديالو. بغيت يعني وكيل الملك ديالنا والناس اللي مكلفه هنا في طنجه ووزاره العدل يوقفوا معايا. انا راه ما عندي الا الله سبحانه وتعالى، وما كنعرف حد، واخا كنعرف الناس كنعرف الله، هو اللي عندي في الثقه فيه، والقانون المغربي ومحمد السادس الله ينصره وينصر جميع الامه المحمديه يا ربي يا كريم. تفاجأت انايا، انا كنت في انا كنت في نقول لك ديك 12 لاروب 12 واقفه، عيط ليا الامن الوطن قال لي نعم. واحد الخلاصه، مراتي كطيب في العرسات، كنت في واحد العرس ديك الليله هذيك كطيب، فهمتيني؟ يعني جاء الميساج اليوم هما يعني صنعوا عليها ديك الساعه، صنعوا عليها من تما، عاود انا صنعوا عليها وقفنا نديروا المحضر. انا صنع عليا ولدي، صنع عليا ولدي، وقال لي ماما فينك؟ قلت له انا دابا غادي نجي يا ولدي. جا قال لي الوالده انا غادي نجي نتلاقاك، الميمه ديالي الحبيبه ديالي انا غنتلاقاك. قلت له لا والو، حتى نجي يا ولدي ديك الساعات، وتلقاني. قال لي صافي. انا ملي وصلت للباب الجامع ديال الرهره القديمه، عيطت لولدي ما كيجاوبنيش مره. واحد شويه طلعت للدار،
والتليفون كيتصوني في الباب الدار، قال لي السيد الامن الوطن لالا شحال د الوليدات عندك؟ لاباس بخير، شحال د الوليدات عندك؟ قلت له ولادي مشاو لواحد العرس. قال لي شحال عندك؟ قلت له ثلاثه مشاو للعرس. قال لي فيناهم؟ وعرفتي اش غديري لالا؟ جيب كارت كاسيونال ديالك واجي فحالك لعندنا ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا سيدي ربي، وكوني مؤمنه بالله وكوني مشبره في راسك وهادي، اجي تشوفي وليداتك ها هما في محمد الخامس. ملي مشيت بديت كنبكي وكنغوت، ومشيت لتماك قالوا لي راه الحمد لله كلشي مزيان كلشي بخير، غير هما دابا تشوفهم ما شفت والو. ابو بكر كان مات عندي، كان مات مسكين الله يرحمه، هو وواحد الصديق ديال ولدي محمد سامير كانوا توفاو وخبعوا عليا. وبديت كنغوت تماك وكنبكي وسخفت لهم، وبديت كنقول خصني غير نشوف ولادي غير نشوفهم. كيقول لي لا راه في الانعاش، لا راه في الانعاش. وديك الساعات الحمد لله يا سيدي ربي جا واحد السيد قال لي راه ابو بكر رحمه الله راه توفى ابو بكر، ومحمد وايوب راه الحمد لله باقي كاينين. مع ديك 3:30 قالوا مشيت للكوميساريات سنترال، قالوا لي الله يصبرك لالا راه 3 وليداتك ماتوا كاملين، كاملين ماتوا. بديت كنغوت تماك وسخفت لهم، والحمد لله الحمد لله ما بقى عندي دابا حتى شي واحد الدار ديالي خاويه. دوك الدراري اللي عطاني سيدي ربي عني انا مشاو لي الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله يا سيدي ربي، الله يجعل كل شيء مغفره الذنوب، الحمد لله الحمد لله.